جاء هذا المحضر التنفيذي باش ينفذ جزء أساسي من الالتزامات، وعلى رأسها تحسين الدخل خاصة زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والرفع ديال الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي. هي هو التزام وهي ضرورة، لأن الظرفية اللي كيمر منها المغرب في هذه السنوات اللي فاتت، ارتفاع ديال التضخم، ارتفاع الاسعار، كيحتم على الدوله انها تعالج القدره الشرائيه ديال الطبقه العامله بصفه عام، وسنستمر في تحسين هذه الاوضاع في السنوات المقبله. المساله الثانيه او العنصر الثاني الاساسي هو انه كل القضايا المتعلقه بتشريعات الشغل او الاشكاليات اللي مطروحه في عالم الشغل، الضروره وهذا منصوص عليه لا في الميثاق ولا في الاتفاق، ان تخضع الى الحوار والتفاوض والى منهجيه التوافق.